طاقة المستقبل بين الواقع الأمل والتحديات، عنوان عريض لمجموعة من الفعاليات والمقترحات والحلول التي ناقشتها القمة العالمية لطاقة المستقبل. تم خلالها الكشف عن المنتجات الجديدة ومناقشة أحدث الحلول المستدامة التي يمكن اعتمادها لإيجاد حلول عملية لتحديات الطاقة الحالية والمستقبلية. تم إعلان البارح أن تمويل 6 مشاريع على مستوى العالم للدول النامية عن طريق الصندوق أبوظبي للتنمية وبإدارة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا. تم توقيع اتفاقيات مع 5 دول من دول الجزر الباسيفيك لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وإن شاء الله نهاية العام بتكون المشاريع هذه جاهزة ومربوطة بالشبكة الكهرباء لهذه الدول. قضايا بارزة وحيوية تم طرحها في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي كانت بمثابة الحدث الرئيسي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، ولعل مبادرات تحويل النفايات إلى الطاقة والغاز الطبيعي والتطورات المتسارعة في موارد الطاقة وتعزيز كفاءتها بالإضافة إلى الابتكارات التقنية في قطاع الطاقة المتجددة كانت أبرز هذه القضايا التي تعكس في وجهها الآخر جانبا كبيرا من التحديات والمخاوف التي تعيشها الطاقة العالمية حاليا. قمنا باستثمار بما يزيد على $1 مليار في مجال الطاقة المتجددة، واليوم استثمارات مصدر في الطاقة المتجددة توازي $7 مليارات. وطبعا مجال الطاقة المتجددة في تطور كبير، مصدر من خلال وحداتها من معهد مصدر للطاقة، معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، مدينة مصدر، معهد الطاقة المتجددة، صندوق مصدر للاستثمار، فكل هذه الوحدات تعمل بشكل متكامل وهو فريد من نوعه في العالم للابتكار في مجال الطاقة المتجددة وتطوير هذا المجال. نحو 125 متحدثا عربيا وعالميا أمام 30,000 مشارك من 172 دولة كانوا جزءا من برامج القمة العالمية لطاقة المستقبل في هذا العام، وسط مؤشرات تعكس زيادة القلق العالمي من تذبذب أداء مصادر الطاقة الحالية المتمثلة بالنفط والغاز ومحاولة البحث عن بدائل أخرى للطاقة النظيفة كطاقة الشمس والرياح لمستقبل آمن ونظيف. وعن هذه القمة ومشاكل الطاقة ينضم إلينا في استوديو اليوم أيمن شاهين، المحلل والخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للاستثمارات كوموديتيز كابيتال بارتنر. أهلا وسهلا بك معنا سيدي. أهلا فيك. أهلا. طيب، تابعنا التقرير سلط الضوء ربما على قمة مستقبل الطاقة. طيب، من خلال الأجندات التي تضمنتها هذه القمة، كيف ترى واقع ومستقبل الطاقة حول العالم في ظل الاعتماد المتزايد على النفط والغاز؟ الاعتماد متزايد والطلب عم بيزيد أكثر من قدرة الإنتاج. حتى إذا بنطلع على النيو تكنولوجي اللي هي الفراكينج اللي شفناها بأمريكا ورفعت الإنتاج الأمريكي تقريبا 50% من 5 مليون برميل باليوم ل7.5 هلأ، ممكن تطلع على 8.5. بس الطلب من آسيا صراحة هائل، والصين هلأ صارت ثاني أكبر أو أول بلد بالعالم بالاستهلاك الطاقة، ومتأخرين إحنا كعالم بمشاريع الالترناتيف انرجي أو الطاقة اللي هي من الطاقة الشمسية، من الهواء. كتير من هدول المشاريع الفراكينج تكنولوجي حطتهم على السايد لاينز. فصراحة التحديات كبيرة إذا بنطلع فوق 10 سنين 15 سنة. طيب، شو هي هاي التحديات؟ يعني خاصة كما تحدثت في ظل غياب برامج التطوير والحلول للطاقة البديلة، أكبر التحديات هي الكلفة. يعني البترول لسه موجود، بس إنتاج البترول عماله بيصير بمناطق كتير أصعب، والتكنولوجي اللي عم تدخل فيه بالفراكينج عم بتكلف كتير. فطبعا هي أهم أول التحديات إنه ممكن ارتفاع السعر فوق، خلينا نحكي بين 2016 ل 2025. يعني هلأ شايفين فائدة الفراكينج مستمرة معانا كمان 2-3 سنين، وممكن بعدين تعمل شوية ستيبلايزنج قبل ما يرجع يز النزول، إلا إذا لقينا أبار جديدة. ما حدا عم بلاقي أبار جديدة إلا بالديب سيز، زي خلينا نحكي البرازيل أو حتى بالجلف أوف مكسيكو. بالعكس، في بعض الإحصاءات تقول أنه ربما في بعض المناطق النفط سينضب بعد هيك 40-50 سنة. يعني أي ويل أو أي بير بترول
له حياة محددة. يعني بولد ويموت. ويموت بالفعل. فهذا شيء طبيعي. طيب ربما معذرة، هذا الشيء ربما يخوف نوعا ما، ما هي الحلول المطروحة الآن بالنسبة للأجيال القادمة من أجل الحصول على طاقة نظيفة وآمنة؟ الشيء اللي بيخوف صراحة إذا بنطلع 30 40 سنة لسه ما في حلول كثيرة تبعدنا عن النفط. النفط له ميزة كثير قوية، وإنه هي كلفته بالنسبة للطاقة اللي تنتج منه كثير رخيصة. أي شيء ثاني الكلفة كثير عالية. فصراحة لسه خلينا نحكي البلان بي تحت الدراسة. يعني من ناحية مجال الطاقة العالمي، فدراسات متعددة، هي السولر، هي الويند، هي الإلكتريسيتي، بس ما في شيء يعني هلأ يبدل البترول. ممكن إشي يساعدنا ونعوض كتير من البترول هو الناتشرال غاز، بس برضو إله خطرات. يعني ما بنقدر نحط الناتشرال غاز إحنا فرضنا بالسيارات كتير، لأنه الأمان وقت الحوادث مو موجود مع الناتشرال غاز. فهلا بأمريكا حيبلشوا يحطوا الناتشرال غاز بال شو بسموه بالشاحنات الكبيرة كتجربة تشوف كيف نتيجتها. حتى صار التركيز أيضا على الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية بس برضو الطاقة الشمسية والصناعة تبعتها بتستهلك طاقة كتير لتنتجي أنت البانلز. ففرضنا لازمك السيلفر بيست بالسولار بانل، فلازم تعملي مايننج للفضة، هذا يستهلك طاقة كتير بالنسبة للطاقة اللي تنتج من السولر. فسعرها لسه غالي بالنسبة للبترول. فهي التكنولوجيا موجودة، التحدي الكلفة. طيب يعني إجمالا، هل أنت متفائل بالنسبة للسنوات القادمة فيما سيحمله هذا المجال من ربما تطور تكنولوجي وغير ذلك يؤدي إلى التخلي عن النفط والغاز والاعتماد على مصادر بديلة للطاقة؟ أنا بظن متفائل من ناحية أنه برضو معانا وقت، يعني لسه البترول والناتشرال غاز ما حينتهي بأي وقت قريب. يعني 40-50 سنة بجوز التحدي حيكون إشي كلفة. طبعا من هون لخمسين سنة الواحد دائما متفائل بالتكنولوجي بالإشي الإيجابي، بس الإشي اللي بطمن إنه معانا وقت، والتكنولوجيا دائما أكيد في تطور، دائما في تطور مستمر. أشكرك جزيل الشكر أيمن شاهين، المحلل والخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة كوموديتيز كابيتال بارتنر، شكرا لك على هذه التوضيحات. أهلين.